عبر عدد من الصيادين البحرينيين عن رفضهم للممارسات القطرية في حقهم التي تتعمد ترهيبهم وقطع أرزاقهم، وأكدوا ضرورة وقف هذه الانتهاكات المستمرة من قبل السلطات في الدوحة التي ينتهجونها ويتعمدونها ضد الصياد البحريني. طريقة معاملتهم مو منصفة، ليش؟ لأن ما يخلون حتى هذه المواطن البحريني إنه حتى يتصل، ما يخلونه يتصل، وفي نفس الوقت يأخذون كل اللي عنده كأنه واحد مو خليجي، ولا كأنه واحد يعني مبحر، ولا كأنه في الجيش صايدينه، ولا تقول حرب صاير. فيمسكون المواطن البحريني ويجردونه من كل شيء، ودشوا لنا ليه داخل هنا ليه منطقتنا، بعد يو اسمه يو كانوا و... طب جو البانوش مالنا هذا في سنة تيام تقريبا اللون في التسعين، في التسعينات يعني بداية التسعينات يعني ذي الوقت، وبس الناس اسمه وياتنا اسمه يابون يعني دوري ما تخلص واحد مالهم يودوا الشباب كانوا يجيبون لنا يعني يودوا الهنود، قالوا احد يجيكم يكفلهم، احنا ما نعني قلنا لا هو من حقه يعني يا ودي اوكي، بس ما تصرم عليه الكلام اللي تسوي عليه لا محكمه ولا ذاك ولا قاضي ولا زين، انا بحريني وانت قطري ليش تسوي هاللون؟ غلط، عدلوا بعدل غلط، يعني انت تياودني تخلي طرادي شهرين ثلاثة اشهر عندك في قطر حق شنو؟ وتبي من عندي غرامه لا فقر مسكين، تبي من عندي غرامه؟ كم تبي من عندي غرامه؟ 5000 دينار 6000 دينار وين اجيبها؟ وين اخذ قرض انا؟ هم هاللون طريقتهم، هاي طريقتهم.